نعمل تاني وصفة من وصفات تشاد وهي الجاغي دو بوف، وده نوع من أنواع اللحم بيكونوا مستعملين فيه الموزة البقري الكندوز، لو في بتلو كمان ممكن تبقى حلوة، وبيحطوا معها أنواع كتير من الخضروات. بالنسبة للمقادير، موزة بقري مقطعة شرايح بالعظم، 2 بصل مفروم، 2 فص ثوم مفروم، ملح، فلفل شطة، بودرة، قرنفل وفلفل أسود. وطبعا عندنا الخضروات ممكن نشكل فيها زي إحنا ما بنحب، لكن عادة هما بيستعملوا الجزر وبدنجان وكرات وبطاطا مكعبات. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنحط اللحمة وبقيت وكل البهارات والبصل في المية، وبنخليها على النار لمدة 2 ساعة لحد الموزة البقري ما تستوي تماما. في نفس الوقت بنحط معاها كل البصل، الثوم، القرنفل، فلفل أسود، ملح والشطة، وزي ما قلنا بنخليها على النار 2 ساعة لحد ما اللحمة تقريبا تتهرى خالص وتبقى بتقع من على العظم. زي ما احنا شايفين خلاص بتقع من العظم. هنحط طبعا اللحمة والخضار الأول، وبعد كده هنزود المرق، ودي طبعا تتقدم مع رز أبيض بتبقى حلوة قوي.